انطلقت هذا الصباح بدائرة الرمش ولاية لمسان الانتخابات المحلية للمجالس الشعبية البلدية والولائية. قناة الأجواء رافقت العملية الانتخابية منذ فتح مراكز الاقتراع على الساعة 8 صباحا ورصدت لنا التالي مع الزميل صابر غالم. بالنسبة للترتيبات الأولية، المراقبة الأمنية جيدة، التأطير فيه نقصات بصح تداركنا هذوك النقصات. أما بالنسبة للمشاركة تبان شوية ضعيفة هذا الصباح، ننتظر إن شاء الله الفترة المسائية بإذن الله السميع العليم، وإن شاء الله إن شاء الله تختم كعرس. بالنسبة للمسجلين 3923 على 10 أقسام. رانا نستناو ان شاء الله في الساعات القادمه ان شاء الله باذن الله السميع العليم تكون كاينه مشاركه جيده باذن الله. الانتخابات هذه ان شاء الله نتمناو باش تكون حاجه تستفاد بها منها الجزائر ونطردوا بها الاعداء، وان شاء الله تكون. انا ابن شهيد ووالدي مشاو على هذه البلاد، نتمنى حتى هذا الجيل هذا يعاود يتبع.